السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا المنتخب الأردن يعني بقيادة عموتة يفوز على السعودية في تصفيات كأس العالم في المباراة الأخيرة تاع المجموعات، يعني تأهل يعني في زوج تأهلوا للدور الحاسم وتأهلوا في زوج يعني للكأس آسيا 2027. المنتخب الأردني يعني في مع حسين عموتة المدرب الكبير الذي برهن بأنه كبير حقيقة، مدرب كبير أنا ندعمه، مدرب يعني يمثل كرة القدم والتدريب، يمثل المدرب تاع شمال إفريقيا وإفريقيا، وين حقق المنتخب الأردني يعني نتيجة مبهرة يعني بهدفين، يعني المنتخب الأردني فوز ثمين على موظفه السعودية بنتيجة هدفين لهدف مساء يوم الثلاثاء على الملعب الأول يعني باراك ضمن المنافسة الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من تصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وضمن المنتخبان سالف يعني السعودية والأردن التأهل لكأس آسيا بجانب الدور التالي والأخير من تصفيات المونديال، وذلك بعد أن تساوى المنتخبان بذات الرصيد من نقاط في 13 نقطة، إلى أن المنتخب الأردني انتزع الصدارة بفرق الأهداف، يعني وين المنتخب الأردني وين فات يعني رغم أنه انهزم في المباراة في لالي وين ذهب مباراة الذهاب وين انهزم في أرضية ملعبه وفاز عليه في مباراة العودة بهدفين لهدف، يعني وين أصبح الأردن في المرتبة الأولى بصدارة يعني بالصدارة بفرق الأهداف ب 13 نقطة، يعني وسجل المنتخب السعودي على علي في الدقيقة 16، بينما سجل الأردني علي علوان في الدقيقة 27 هدف التعادل، ونور الدين يعني في الدقيقة 46 في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول. وبدأت المباراة باندفاع هجومي كبير من كل المنتخبين، وكاد المنتخب السعودي أن يفتتح تسجيل مبكر عند الدقيقة 4 بعدما أرسل ناصر الدوسري عرضية لسعود عبد الحميد والذي سدد بقوة ونجح الحارس الأردن يزيد أبو ليلى في إبعاد هذا الحارس ليصنع كذلك اسم يعني في تاريخ كرة القدم الأردنية مثل المنتخب هذا الجيل الذي صنع تاريخ كبير، يعني أول مرة سوف يتأهل يعني نقولوا باللي إلى كأس العالم إن شاء الله، نتمنوا له التأهل، منتخب عربي نتمنوا له التأهل كذلك هذه هي. وأهدر بعد ذلك سالم الدوسري فرصة التقدم في نتيجة المباراة عندما انفرد بالحارس المنتخب الأردني وتحول إلى أنه سدد الكرة أرضية بطيئة نجح الدفاع في تشتيتها من على خط المرمى، واعتمد بعد ذلك المنتخب الأردني على الهجمات المرتدة ونجح في الوصول إلى مرمى محمد العويس دون أن يشكل أي خطورة حقيقية. وفي الدقيقة 16 ترجم المنتخب السعودي أفضليته ونجح في فتح الباب التسجيل عن طريق علي الذي تبع ركلة يعني كورنان وأسكنها بالكعب في مرمى أبو ليلى. وانتفض بعد ذلك المنتخب الأردني وتلعب موسى تعماري بالدفاع السعودي ونجح زميله العلوان يعني علي العلوان في متابعة المجهود النجم موبيلي وأسكن الكرة في شباك العويس في الدقيقة 27. وخرج العويس للإصابة قبل نهاية الشوط الأول ونزل بدله بديل منه أحمد كسار، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سجل نور الدين هدف التقدم للمنتخب الأردني بعد أن سدد الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت وفشل كسار في التصدي لها. ومع بداية الشوط الثاني دفع مانشيني بعبد الرحمن الغريب وعبد الله رديف عوض يعني على فارس
بركان وعبد الله الخيري محاول زيادة كثافة الهجومية، لكن بدون جدوى أمام عبقرية حسين عموتة الذي عرف كيف يغلق كل المنافذ، يعني ما عطاش مساحات، خاصة ما خلاش مساحات للمنتخب الهجوم منتخب السعودية خاصة في وسط الميدان، يعني وين كسر كل هجمات، يعني بداية الهجمة كسرها يعني في المهد، ولا يكسر لهم الهجمة تاعهم خاصة في وسط الميدان، عرف كيفاش يغلق على الجهة اليمنى واليسرى، أغلق الخط الوسط يعني، ولعب بطريقة ذكية جدا، وهي طريقة لعب المرتدات السريعة بكرات قصيرة أو طويلة، يعني وين شكلت خطورة كثيرة كبيرة على المنتخب السعودي، يعني وين تفنن لاعبون المنتخب السعودي في إهدار الفرص بالشوط الثاني، وكانت أخطرها تسديدة سليم دوساري في الدقيقة 60 والتي مرت بجانب القائم الأيسر للمرمى الأردني، وبعد ذلك عاد المنتخب الأردن للهجوم وأنقذ أحمد كسار مرمى الخض الأخضر من تلقي هدف الثالث بعدما تصدى لرأسية يزين نعيمات عند الدقيقة 71، وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة هجمات من المنتخبين دون أن تشهد المباراة تغيير في نتيجتها. يعني وين نقولوا وين كانت يعني كل الأضواء مسلطة خاصة الكرة والجماهير، يعني الجماهير آسيا خاصة الخليج العربي كل يعني شاهد هذه المباراة، خاصة ما بين مدرب عربي وهو حسين عموتة والمدرب الكبير الإيطالي صاحب اللقب الأوروبي في 2020، يعني عرف كيفاش يوقف كل يعني وين فاز عليه، يعني في ما نقولوش بصح فاز عليه في الحوار التكتيكي، وين كان حوار تكتيكي كي تشوف تغييرات في الشوط الثاني، يعني وتشوف كيفاش الأردن يعني نقولوا باللي منذ سنة وين الصيف اللي فات كيما ذا الوقت الأردن كانت تخسر بالستة والسبعة، لكن المدرب شو اللمسة تاع المدرب كي دايرة، تشوف اللمسة تاع المدرب كيفاش دايرة، هذه هي اللمسة تاع المدرب، كي تشوف كيما كتعرف باللي اللمسة تاع المدرب لمسة كبيرة خويا، يعني وين عطاه درس، يعني وين شاهدنا درس يعني في كرة القدم. ربحها على بالك، ربحها بطريقة يعني طريقة ذكية، يعني لعب له بذكاء كبير. وين أين اضطر المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني لإحداث تغييرات اضطرارية عند الدقيقة 35 بإخراج الحارس محمد العويس بسبب تعرضه للإصابة وعدم قدرته على إكمال مجريات المواجهة، حيث أشرك محمد كسار بدل منه، وقبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الأول شهدنا الهدف الثاني للمنتخب. أنا ما أكذبش عليكم، ناصر المنتخب الأردني من أجل حسين عموتة، أنا ناصر هذا المدرب، يعجبك مدرب يعني صاحب تحدي كبير، كان دار تحدي كبير ونجح فيه، هذه هي دار تحدي كبير، يعني وين شاهدنا ولم يتأثر المنتخب الأردني واصيف كأس آسيا، وظل دفاعه والحارس مرماه يزيد أبو ليلى يستفسلون في صد كل هجمات السعودية التي تزايدت في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز الأردن المهم من ناحية المعنوية مقابل خيبة سعودية كبيرة. وشاهدنا تصدر المنتخب الأردني مجموعته السابعة من تصفيات المزدوج، بس صعيب كان مكلاسي تروازيا في كلاسمو، كان تروازيا في كلاسمو، هذه ما كاش شوف يعني الجماهير تاع الأردن في الصيف ما كانوش يشقارعوا يشوفوا منتخب تاعهم يعني يدير هذا يصنع تاريخ، راه يصنع في تاريخ، يعني وين مزدوجة لكأس وين تأهل بتصفيات مزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا برصيد 13 نقطة متقدم على السعودية بفرق الأهداف، بينما أنهى منتخب باكستان تصفيات في المركز الثالث وخلفه منتخب باكستان بدون رصيد. شاهدنا الأردن 13 نقطة بليس زائد يعني الفرق 12 هدف ولعبت 6 مباريات، السعودية 13 نقطة زائد 9 أهداف
وست مباريات، باكستان 8 نقاط زائد 6، باكستان بدون نقاط تلقى يعني موان 25 ولعب 6 مباريات. باكستان كانت مكلاسيا دوزيام، هذه هي بصحتهم يستاهلوها اخويا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو خوتي.